الكويتي أينما يوجد أنا على يقين، ما هو يعني ظنون، أنا على يقين أن الشعب الكويتي هذا شعب شريف، شعب يحب هذا الوطن، شعب يحب غادته. وأنا والله العظيم أبصم عليها بالعشر، وحنا ما يجينا كل يوم غزو، لكن حنا نتكلم اليوم بعد ونقول ها هالبوارج وهالسفن اللي قاعدة تفجر يميننا ويسارنا، وهالمغالطات اللي مرة يقول لك ألغام إيرانية، واللي البحارة يقول جتنا صواريخ وطقتنا من جنب. احنا بنعرف هالفيلم هذا شنو؟ هذا واحد ثاني، لأنه يترك حيرة، جميع التساؤلات تترك حيرة عندنا، لأنه المسألة بجنبنا يعني مو بعيدة، يعني تهددنا بالعربي.